الله عز وجل ذاق حلاوة خلق امرأ من أحبار اليهود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. الخطاب دخل زيد بن زحلة على رسول الله ثم قال: يا رسول الله، يا محمد، ما لكم قوم حتى آثر؟ فما كان من رسول الله إلا أن قال: ويحك يا ابن الخطاب، ابن الخطاب، لما فعلت ذلك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أمك فأودها 100 ناقة دية لولدها فإنها غريبة عنا. أمك مهما كانت هذا الخلق مدحه الله عز وجل وتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم ودرب أخلاقه على أن يكون هذا الخلق كان سببا لدخول أشد الناس عداء في دينه.